بداية موسم 15/8 بيطلع في عنا بالسجرة رمان نسميه نوعيته المشقق أو الممزق، هذا بيكون منسم، منسويه مادة الدبس. بعد ما نعصر مية الرمان ونصفيها لثلاث مراحل منحطها بوعاء نحاس بده يكون كبير، في عنا ثلاث أربع قياسات له وبيبدأ من 50 لتر لل 200 لتر. الدبس لا يقبل أي مادة معه على الإطلاق، حصرا مية الرمان ومنحطه على النار، وبتستوعب طبخته حسب الكمية من 4 لـ5 ساعات، وبعد ذلك منبرده بنرجع منعبيه بعبوات كبيرة بيكون جاهز للتصدير.